ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جوله جديده حلوه قوي عند الحاجه بتاعه الملامين، عندها حاجات شيك جدا، والاسعار عندها من اول الثلاثه ب10 جنيه، عندها موديلات حلوه. احنا هنا في شارع الحاجه، معهد الحاجه صفيه في المطريه، وانت كده راحه على سوق على محمد النمكي وعم احمد. هسيب لكم العنوان بالتفصيل في الجوله اللي انا مصورها لكم في اول تعليق مثبت. هنشوف الحاجه عندها ايه النهارده. الجوله البولة دي عاملة كام يا حاجة؟ البولة دي عاملة كام؟ ايه يا حبيبي؟ بولة ونص غطاء. بس معاها غطاء؟ خمسة وكبيرة في الأول. معاها غطاء؟ اه. فين غطاء؟ وريه لنا كده. بصوا حبايبي، معاها غطاء عاملة 5 جنيه، حلوة قوي اهي. بصوا شكلها جميل جدا، البولة بالغطاء جري. الملامين على فكرة حلو، ما فيهوش دفوهات، ما فيهوش كسر، ما فيهوش أي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده الحاجة عندها زحمة جدا، هي أحسن واحدة بتبيع ملامين. هنا البولة بالغطا بتاعها يا حبايبي عاملة 5 جنيه أهو، يعني مش جاية تمن الغطا. عندها هنا الملاحات الأربعة ب10، الملاحات ولا بكام؟ أي حاجة؟ الملاحات بكام؟ الملاحات الثلاثة بخمسة كاشيور. الثلاثة بخمسة يعني الستة ب10 جنيه مش الأربعة. الثلاثة بخمسة جنيه، بصوا ألوانها جميلة. ورينا المعالق دي كده، الثلاثة ب10 جنيه المعالق. معالق الشريف يا حبايبي، معالق الشريف ب10 جنيه الثلاثة أهو. الثلاثة ب10 جنيه. خلوا بالكم من الحرامية هنا عشان إيه الدنيا بايظة. هنا برضو جنبها الحاجات اللي المدام هنا بتبيع شرابات حلوه قوي، الثلاثه عاملين اي ثلاثه عاملين 10 جنيه؟ وفي ب 15 وفي ب 25. تعالوا بقى نشوف هنا، اجي لكم كده من الناحيه الثانيه عشان هنا الدنيا زحمه جدا زي ما انتم شايفين كده. بكام الطبق اللي في ايد الحاج ده؟ ده ب 10؟ حلو قوي. بصوا ده يا حبايبي ب 10 جنيه. هنا كمان عندها صواني حلوه. عاملة كام الصينية الحلوة دي؟ 35 جنيه اهي. الصينية دي بكام؟ الصينية دي حلوة قوي. 7 ونص. 7 ونص؟ جميلة. 7 جنيه اهي. ملامين الشريف. بكام؟ 7 ونص. ايه؟ 35؟ اه. بصوا في طباق في صواني ب 35 اهي. 35؟ اهي. جميل. ورينا أشكالها بقى، ورينا أشكالها. اهي اهي اهي. ورينا شكلها كده. عندها صواني حلوة قوي من 60 و 65، عندها ب 35 جنيه اهي. صواني كبيرة بتاعت العشاء والفطار. مكان زحمة قوي زي ما انتم شايفين. بكام البولة دي يا حاجة؟ بص البولة دي عاملة كام؟ ايه يا عم؟ 3 ب 10. 3 ب 10؟ 3 ب 10. يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة. 35 و70 اهي. ورينا كده يا حاجه، دي ب 35؟ 10 ب 10. وريها لي ب 35 اهي. بصوا الاسعار عندها حلوه قوي زي ما انتم شايفين. بصوا حبايبي هنا برضو عندها الصينيه دي، اي صينيه عامله 10 جنيه. احمد اوريكم اشكالها كلها اهي. يا عم احمد روق نفسك وتعالى. بصوا بصوا اي صينيه عامله 10 جنيه. الحاجه معروفه هنا في السوق يا جماعه، الدنيا هنا عندها زحمه. بصوا الصينيه دي برضو مقاسها 10 جنيه. بصوا كمان دي عامله 10 جنيه، حلوه قوي. بكام الطباق دي يا حاجه؟ الطباق دي بكام؟ يا حاجه الطباق دي بكام؟ الطبق ده بكام؟ بص اهونا ببلاش. الطبق ده بكام؟ الطبق ده بكام؟ 7 ونص. حلوه قوي الصينيه دي برضو. بكام دي يا امي؟ عامله 10 جنيه، شكلها شيك قوي. بس دي عامله 10 جنيه، شكلها جميل جدا. الطبق الكبير ده قالت لك بكام؟ ده قالت لك بكام؟ ما تخافيش انا بصور. قالت لك بكام؟ معرفش. بكام الطبق ده؟ 15. 15 جنيه حبايبي. الطبق ده حلو قوي اهو. لا لا، او 10 صواني. 15 جنيه. 15 جنيه. صواني حلوه اهي. الحقونا كاسيون، الحقونا هنا كاسيون يا جدعان. الاسعار هنا حلوه قوي. عندنا الدنيا اي حاجه ب 10 جنيه اهو زي ما انتم شايفين. عندها كمان هنا البولات دي اهي.
ثلاث صواني دول ب10 جنيه 15 جنيه ثلاثة حلوين اهو ب10 جنيه لا 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 في برضه شكل الصينية دي ب10 جنيه شكلها كتير قوي يا جدعان ظبطوا الدنيا مفيش كسر مفيش ديفوهات مفيش أي حاجة ده الإبرة بتاعت الكورونا امبارح كمان الشكل ده سبعة دي بسبعة ونص دي بسبعة ونص دي بعشرة جنيه حبايبي دي بسبعة ونص يا جماعة الحقونا يا جماعة بس فيها كسر بسيطة اهو عاملة 10 جنيه بعشرة 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 عاملة 10 جنيه شكلها حلو قوي ايه يا ماما ايه ايه بس يا عم محدش طالع فلوس ليه؟ محدش سأل انا اهو. هاتي الطبقة ب 15 جنيه. 15 جنيه. 15 جنيه حلو قوي. اهو. بتاع المحشي. بتاع المحشي اللي قلت ما نفعش. ده ب 10؟ ده ب 10 يا حاجة؟ اه. ده ب 10 جنيه. اه يا جدعان اهو. الطبقة مسروقة اهي. وريني يا حاجة الطبق ده مسروق. ده مسروق. ده بكام؟ ب 10؟ ده مسروق. ده ب 10 جنيه اهو. حلوة أوي الصينية دي ب10 جميلة جبتيها منين الصينية دي؟ الله حلوة برضو الصينية الطبق ده عامل 10 جنيه الحاجة عندها أشكال حلوة زي ما أنت شايفين 10 ونص 10 و7 ونص خزونات يا جدعان يلا ويلا يا رجالة بصوا حبايبي جمه 35 لا ده دي كام؟ 60 والتانية ب 35 ورينا ب 35 كده دي ب 60 جنيه اهي يا حبايبي بص الشكل ده كمان برضه الشكل ده حلو قوي الشكل ده ب 60 جنيه اهو حلو قوي ده شغل لوكس عندها عاملاه 60 جنيه اللي عندها صاحبهم غلبان والله عندها كمان الشكل ده يا جدعان فرصه يا جدعان والله النهارده هاتي ام 35 نوريها لهم النهارده فرصه هاتي يا حاجه ام 35 ام 35 هاتي هاتي برضه ب 10 ب 10 جنيه برضه حلو قوي اهي دي ام 20 بتتباع عندها ب 10 20 ب 10 شوفي منها مجموعه كبيره جدا ب 10 يا زباين هاتي حاجه ام 35 وريني دي وريني ده بصي يا حبايبي 7 ونص هنا عشان فيها غلطه اهي ب 7 ونص ودي دي خمسة دي خمسة صغيرة خمسة صغيرة بكام الصينية الكبيرة دي؟ سبعة ونص لا حلو قوي فيهاش كسر بكام الصينية دي؟ هاتي الطبق ده حاجة بكام الكبيرة دي؟ ده كمان 60 وفي عندي درجة تانية وريني دي اشوفها عندي درجة تانية معاكيش شوية من دول يا حاجة هنشوفها بصي دول تلاتة بخمسة جنيه اهو حلوين قوي تلاتة بخمسة جنيه في منها أشكال كتير أسيب لكم العنوان يا حبايبي في أول تعليق مسابقة دي بكام يا حاجة؟ دي بكام الصينية الصغيرة دي يا حاجة؟ إيه يامّا سبعة ونص دي بسبعة ونص برضو أهي سعرها حلو أوي الطبق ده بكام؟ الطبق ده سبعة ونص ده بسبعة ونص التقديم حلو أوي ودي برضو بسبعة ونص ثلاث معالق عشرين بعشرة دي برضو بسبعة ونص ده بأربعة جنيه ورنا بأربعة جنيه كده ده بأربعة جنيه أهو الطبق حلو أوي الخضار برضو بدل خمسة وسبعة ونص بأربعة جنيه في منه المدور وفي منه المسلطة ده ده ما بقيش معلش لا أخوي لا أخوي لا دي في منها دي الثلاثة بعشرة والله ما حكتي الثلاثة بعشرة دي الثلاثة بعشرة جنيه يا حبايبي ما بقاش والله كمان يا حبايبي دي سبعة جنيه ونص اهي حلوة قوي اشكالها حلوة سبعة جنيه ونص عندها حاجات حلوة ومميزة ده بسبعة ونص بصوا هنا مشكلة بقى كبيرة من الكبار دي بكام قالت لك ب 10 بصوا حبايبي دي ب 10 جنيه هدها لك دي ب 10 جنيه اهي كبيرة وحلوة وما فيهاش غلطات خالص عاملة 10 جنيه شكلها حلو قوي دي ب 7 ونص اصغر شوية هنا برضو في الشكل ده 3 ب 10
في ده ب7 جنيه ونص حبايبي تقديم، وهنا في الصواني دي ب10. في هنا ده ب7 ونص برضو اهو، والشكل ده ب7 ونص، وفي الشكل ده ب3 ب10، ودي ب10 يا حبايبي. حلوة قوي اسنان التقديم برضو، ملامين مفيهاش اي حاجة ولا كسر ولا حاجة، عاملة 10 جنيه. عندها حاجات كتيرة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وانت طالعة على محمد النمكي اولاد النمكي، وهنا كده معهد الحاجة صفية في اول الشارع، وهي اول واحدة على ايدك اليمين بتبيع الملامين والتشكيلة الحلوة دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة، هسيب لكم الفيديو اللي انا مصورة فيه عند البورسلين في اول تعليق مثبت، والعنوان بالتفصيل برضو. فعلي الجرس عندي. نورتني يا حبيبتي. هسيب لكم العنوان يا حبايبي في اول تعليق مثبت، والحاجه اهي. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. باي باي، ما تنسيش اللايك والاشتراك.